الفقره دي مخصصه لكل الناس اللي بتحب الرياضه، خاصه اللي ما عندوش امكانيه او وقت انه ينزل الجيم. هنوريكم تمارين تقدروا تعملوها في البيت، يعني تشد بقى بيها الجسم كده ونظبط الشيب بتاعنا. عشان كده حبينا نستعين بضيفنا مدرب اللياقه البدنيه مؤمن محمد. ازيك يا مؤمن؟ ازيك يا ميادة؟ منورني في هنا. نورك، ربنا يخليك. في البدايه كده كلمني عن نفسك، وامتى بدات مجال الكوتشنج؟ والله انا بدات مجال الكوتشنج مثلا من 5 سنين. ده وقت الكورونا ده ولا قبله شويه؟ يعني لا قبله شويه. ممكن قبله مثلا كده سنه او حاجه. انا كنت بحب الرياضه عامه من زمان، وبحب اتمرن من زمان في الجيم. انت اصلا رياضي؟ من زمان جدا، يعني انا في سنه ممكن اكون في الجيم من وانا 14 سنه 13 سنه. بابا كان بيشجعني على الموضوع دوت، كنت بحب ان انا اتمرن وكده. ما كانش في دماغي بصراحه ان انا اشتغل كوتش او الكلام ده خالص، لحد ما وصلت ان انا خلصت الجامعه وكده. فكان يعني كان بالنسبه لي ان انا يعني كنت حابب اجرب الكبير، يعني اجرب. انا عارفه كمان يا مؤمن انك خريج اعلام. فامتى بقى عملت الشيفت ده؟ يعني عملت الشيفت دوت من اول ما خلصت اخر سنه في الجامعه على طول. قعدت سنه كده يعني بخبط شويه او بشتغل شويه في مجال الاعلام مثلا. طول ما انا في الجامعه اللي 4 سنين بتوعي كنت حابب ان انا اشتغل في مجال الاعلام، وكنت بشتغل مثلا شويه في الصحافه شويه في الكليبات الكلام ده كده. بس يعني انا كنت بحب الرياضه جدا. لقيت نفسي ان انا عندي درجه استيعاب اقوى واكبر بكتير جدا في ان انا افهم التمرين وتدي للمجال اكتر، وادي للمجال اكتر جدا يعني. فحبيت ان انا اتجه ليه. طبعا درست، خدت كورسات، اتعلمت ان انا ازاي ابقى بيرسونال ترينر، اتعلمت ان انا ازاي اعلم اللي قدامي. مش اي حد حقيقي يا مؤمن، الدراسه مهمه جدا، لان دلوقتي بقينا نشوف بيرسونال ترينرز كتير جدا لكن مش بروفيشنال او مش واخدينه عن دراسه. فاهم انا قصدي ايه؟ هو والله ما مش اي حد يكون كوتش، بمعنى مش اي حد. ان انا ممكن اكون بعمل التمرين صح جدا، ممكن اكون بعمل الحاجه كويس جدا، بس انا ما اعرفش اعلمها لمين. وشهاده حق يا جماعه، انا مؤمن هو البيرسونال ترينر بتاعي، ومؤمن ان اشطر الناس اللي انا اتعاملت معاهم، لان هو مش بيهتم بس ان كلاينت يبقى شكله حلو، لا هو بيحب كلاينت يفهم التمرين عامل ازاي. انت ممكن تعمل نفس التمرين بس ديفرنت بوزيشن او وضعيه مختلفه، فتستهدف عضله مختلفه. فحقيقي يعني شهاده لمؤمن قد ايه هو شاطر بجد. ربنا يخليكي، ميرسي. طيب سؤال بقى الفقره، ازاي نتمرن في البيت؟ يعني ايه الادوات اللي ممكن نستخدمها في البيت؟ ولو مثلا هنقسم التمرين، يعني خلينا نبدا من الكوره. انا عارفه انا جايه فيديوهات، خلينا نعرضها مع بعض كده. احنا ممكن مثلا نبدا بالهيبريدج. الهيبريدج ان انا احرك احرك الهيب بتاعي. ممكن نبدا بان احنا نعمل كرانشز للابس. ممكن نعمل سيت اب عشان اشغل عضلات الهيب بتاعي، الفيكتور سباين، واشغل عضلات البطني. طب لو هنتكلم عن التمارين اللي بتتعرض دلوقتي، انا حبيت وانا بصور التمارين ديت، حبيت ان انا ما استخدمش اي تولز خالص. حبيت ان انا بستخدم يعني تو دامبل. الدامبل دوت وانا في البيت انا ما عنديش الدامبل، انا ممكن استخدم ازازه المايه بتاعتي. يعني انا في ازازه المايه، انا بستخدم ازازه المايه. انا بحاول ان انا ابسط الموضوع للناس. انا حبيت ان انا اعمل الفيديو في مكان ضيق جدا، مكان صغير، ان انا عايز اوضح للي قدامي ان احنا ممكن نتمرن في اي مكان. صح. انا مش شرط ان انا انزل الجيم، انا ما عنديش وقت اروح الجيم. انا عندي مثلا نص ساعه او تلت ساعه الصبح اول ما اصحى من النوم. انا ممكن اول ما اصحى من النوم اشرب ميه، اجري شويه في الاوضه بتاعتي، اعمل شويه من التمارين اللي انا عرضتها النهارده. يعني انا كده هبقى بصحه كويسه، يعني على الاقل هيبقى عندي دافع فيما بعد ان انا انزل الجيم. اول ما هفضى انا هنزل الجيم، لان انا طبيعي ان انا هشوف النتائج بالتمارين دي عليا، حتى ولو صغيرة جدا، حتى ولو بسيطة جدا، بس انا هتطور. يعني هشوف ان انا صحتي هتبقى احسن، انا هيبقى عندي باور طول اليوم، انا جسمي هيبقى احسن بكتير، هعرف البس اللي انا عايزه. صح كده يعني. طب خلينا نتكلم بقى على التمارين اللي انت بتعملها دلوقتي على الشاشة. التمارين اللي انا بعملها دلوقتي بتستهدف انهي عضلة؟ انا دلوقتي كده بستهدف عضلة الكتف. انا الاول انا هنا الاول كنت بسخن. انا كده المفروض انا ابدا تمريني بالاسلوب ده. مؤمن كلمنا عن اهميه التسخين قبل التمرين والستريتشنج بعد التمرين. اهم حاجه اهم حاجه قبل التمرين ان انا اسخن. اول حاجه بنعملها او الغلط اللي الناس كلها بتقع فيه، اللي هو اول ما بيبدا يخش التمرين بيبدا يسخن على طول، بيبدا دايناميك ستريتش، يبدا يسخن جسمه على طول اول ما بيبدا التمرين. طب وده غلط. احنا دلوقتي بنسخن المفاصل او العضلات اللي هنشتغلها. طب في عضله كبيره جدا مهمه هي اللي هتشتغل تدينا الدم لكل العضلات اللي هتشتغل، اللي هي عضله القلب.
فانا لازم اسخن عضله قلبي الاول. حلو. ازاي ان انا يعني اعمل كاردياك ووم اب، ان انا اطلع على التريد ميل، او ان انا اطلع على الليبتيكال، ان انا اطلع على البايك، ان انا اطلع على اي حاجه تخليني اعمل مجهود خفيف جدا يخليني عضله قلبي جاهزه ان هي تضخ دم للعضلات. يعني نبدا بكارديو بسيط. نبدا بكارديو طيب بسيط. لو جدا. في البيت ممكن اعمل ايه؟ لو في البيت ممكن يعني انا مثلا زي ما عرضت في الاول ممكن الف مثلا كده حوالين يعني وانا في الاوضه اجري او العب حبل مثلا، اجري في مكاني اعمل بالحبل بس تمام كده، وانا كده بدات اسخن قلبي بحاجه بسيطه جدا، انا كده جاهز ان انا ابدا اسخن السبيسيفيك. ده مصطلح اول مره اسمعه يا مؤمن، اسخن قلبي. اسخن قلبي ايوه. هي يعني هي الكارديو جايه من يعني الكاردياك مسل، هو عضله القلب. صح، مهم هي جدا اللي بتضخ دم للعضلات بتاعتنا، فانا محتاج ان انا اسخنها الاول علشان ما اتعبش وانا في التمرين، عشان افضل بنفس الباور بتاعي طول التمرين، عشان البامبنج بتاعي في العضلات يبقى كويس. بعد كده ببدا اسخن المفاصل او العضلات اللي انا هشتغل بيها بحركات بسيطه جدا، يعني مثلا انا هشتغل ابر بادي، فانا اكتر حاجه هتشتغل معايا هو مفصل الشولدر والالبو، فانا لازم اسخن مفصل الشولدر زي ما انا كنت عامل في الفيديو، ان انا بعمل حركه دائريه مثلا لمفصل كتفي كلها، بعمل حركه جانبيه، بعمل حركه اماميه، بسخن كده ايه مفصل الكتف كله. حلو. وبعد كده ابدا مثلا لو انا مثلا هبدا اول حاجه بالتشيست، فابدا اسخن يعني بوزن خفيف، او ابدا مثلا بعدات خفيفه الاول، او ابدا بالريزيستنت باند، اعمل حركه الشيست بتاعي اللي انا هبداه علشان يعني اجهز العضله، او ان انا هبدا اتمرن وابدا اتمرن عادي. طيب في البيت انت مع اكتر الريزيستنت باندز ولا الويت او الدمبلز؟ يعني اللي يتوفر معانا، اللي يتوفر معايا ايه. انا بحاول ابسط للناس ان انا اتوفر معايا ريزيستنت باند جبته اقدر اتمرن بيه كل حركات جسمي. ما عنديش ريزيستنت باند خلاص انا هتمرن بودي ويت.